سويت برينس، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لذيذة. هاي السلام عليكم، مبروك عليكم العيد والله يدخلوا عليكم بشما تمنيتو يا رب. هاد المناسبة هذا غنعملو الكاطو ديال العيد، انا عملته مع البنية ديالي، ما نقدرش نوصف لكم الفرحة اللي دوزناها بديك الليلة وحنا كنصوبوه، ونتمنى تنتوما مع وليداتكم تصوبوه، يعني we really really had a great time. غادي يعجب الوليدات من يساعدوا الامهات ديالهم. نتمنى تجربي هاد الوصفة مع العائلة ديالك. هذا تقولوا له كريم باف. الفيديو فيه ثلاثه المراحل، المرحله الاولى غنصوبو كريم باتيسيان، المرحله الثانيه غنصوبو بات دو شو، العجينه ديال هاد الحلوه هادي اللي كنستعملوها بزاف د الحلويات ديال الباتيسري، وغادي نصوبو الكراميل باش غنلصقو هاد الحلوه كيف ما غتشوفوا معايا. Alright, first thing first. أول حاجة غنديرو غادي نصوبو الكريم باتيسي ونحطوه باش يبرد. بغيتي 8 صفرات ديال البيض، بغيتي كاس وربع أو كاس ونص على حسب الحلاوة ديالك نتي ديال السكر، بغيتي 6 المعلقات ديال النشا، وبغيتي قبيصة صغيرة ديال الملح. غتخلطي ليا هادشي مزيان، وفي نفس الوقت غتكوني عامله 4 الكيسان ونص ديال العنبه ديال الحليب يسخنوا مزيان، ما يفيتش غير يسخن. دابا كيف ما كتشوفوا معايا عندنا هذا مطرب، البيض مطرب، وعندنا الحليب سخون. الوغ شخصا نديرو غنزيدو الحليب سخون غير بشويه بشويه على هذاك البيض. علاش؟ الا زدتيه في دقه واحده البيض ديالك غادي يطيب لك. حنا بغينا نحافظو على الكريم صوص ديالنا، غادي تزيدي غير بشويه بشويه، بنص مغرفه بنص مغرفه، وانتيا كطربي باش ما تخسريش البيض ديالك. من بعد غادي نوضعوه، ملي غنسالي وغنوضعوه على النار. Alright, back on the stove. هو دابا على النار كنطيب فيه. دابا قريبا راه غادي يوجد صافي، ملي كيبدا يتقال عاد كنزيد الفانيلا، ما كنبغيش نزيدها في الاول. ملي كيوصل لهكا صافي طفي عليه، هو راه محدو غادي يبرد، محدو غادي يتقال. صافي كيف ما كتشوفوا معايا دابا انا غادي نطفي عليه. هاي دابا كندوزو بات صفايا غير الا كانت شي حاجه. من بعد كخصك ضروري تغطيه حتى تقيسي الكريمه ديالك باش ما تكونش لك واحد القشطه اللي ما عندنا ما نديرو بها. صافي ضروري البلاستيك يكون قيس الكريمه ونخليوه يبرد. Alright, دابا ندوزو للمرحله الثانيه ديال العجينه ديال الحلوه باتا شو. هاد العجينه هادي غادي تحتاجي ليها 3 الكيسان ديال العنبه ديال الماء، 225 غرام ديال الزبده، 6 المعالقات كبار ديال السكر، وقبيصه ديال الملح، وغتوضعيها ليا على النار. كيف غتغلى غنحيدوها من النار، وغادي نزيدو فيها 270 غرام ديال الدقيق كيف ما غادي تشوفي معايا. اوكي هو تيغلى، غنحيدو من النار ونزيد فيه الدقيق اللي قلنا 270 غرام ديال الدقيق. alright حيدناه من العافيه، ودابا غنزيد له 2 كابس اوف فلاور، هي 272 غرام ديال الدقيق. غادي نحركو شويه وغنردو على النار، وغادي نبقى نحرك فيه، نحركو غير شويه مزيان. دابا غنديه فوق النار يطيب شي 3 دقائق. بعد 3 دقائق العجينة ديالك غتبدا تجمع وتنشف لك بحال هكا. صافي دا مين صافي طفي عليها، وغنزيدو فيها البيض بيضة. لكن دابا كيف ما كتشوفو هادي سخونة، إلا درنا فيها البيض ديالنا دابا غادي طيب لينا، غادي طيب لينا البيض. سو كنبردو العجينة بشي حاجة ديال العود قاصة هي اللي غتخدم، أو كنستعملو الماشينة ديالنا شي دقيقتين. اوكي غادي نزيدو فيها 6 البيضات كبار او 7 صغار، هي كنستعملو الماشينة او اكان كنستعملو شي حاجة ديال العود اللي غتقدر تحكم لينا في العجينة. كيف ما كتشوفو معايا العجينة كتبان لك كتفرق، ما تخافيش. هاي بعد ما كتضيفي البيض بوحدة بوحدة غتحصلي على هاد العجين اللي كتشوفي معايا، very smooth and soft، كيكون very smooth و soft.
اللي بغيت نقول لكم هو ملي كتكوني انت كطيبي في البيض غتبان لك العجينه ديالك كتعود طروفه، ما تخافي شيء، ما حدك انت كتزيدي في البيض وكتطربي يا بالعود او الماشينه، لان هذاك الطراب العادي راه ما يقدرش يخدم لنا هنا لان العجينه قاسها. حد ما انت كتطربي وكتزيدي في البيض غتحصلي على هاد العجينه الرطبه. اوكي اوكي غنودعوا هاد العجينه ديالنا في بايبين باغ اللي هو الجيب الحلواني اي ثينك، وكتشعلي الفران ديالك على 220. So this is how we do it. كنديروا وحده جوج ثلاثه كنهزوا يدينا. اوكي الدواره الاولى كنديروا عليها وحده اخرى وكنهزوا يدينا وحده جوج ثلاثه ونهزوا يدينا مرة أخرى وحدة جوج ثلاثة نهزو يدينا. أوراي وبيديك وبالبيض إلا كان هادوك واقفين حاولي تضغطي عليهم غير بشوية ماشي بزاف، وغادي ندهنوهم بشوية البيض ماشي بزاف، وغادي يطيبو في الفران على 220 في ربع ساعة، وغتنقصي الفران على 190 وغيطيبو ربع ساعة وحدة أخرى. خرجوا من الفران غير الا كتلاحظي شي وحدين عندهم دبي، هذا عندهم هذا. انا اي هاد الهيلبر بنيتي كتعاون فيا وشي ذا جود جاب ما شاء الله. غير ملي قبل ما تدخلهم في الفران حاولوا تهبطوا اليوم كما قلت لكم هذا ديالهم بيديكم بشويه. سو ها هما very hollow. اوكي غادي يبردوا شويه ونعمروهم. اوكي بعد ما بردوا شويه كنحاول دابا كنقلبهم وكندير واحد التقيبه صغيره منين غادي تما غندخل فيهم الكريم كيما كتشوفوا داك الكريم اللي صوبت في الاول كريم باتيسيي درتو في الجيب الحلواني. ومن ديك التقيبه هي باش كنعمر، لا ما تعمري شيء بزاف باش ما يخسروش لك. وبكل صراحه انا هاد الكريم باتيسيير اللي صبت ما قدني شيء، سو درت من بعد غير كريم شونتيه نتوما غتشوفوا معايا. واني ما بغاتش تصوب كريم باتيسي تقدر تشري اي كريمه جاهزه او غير الكراميل اللي بغيتو. يا سو هنا يس هذا غير كريم شونتي ما قدني شيء كريم باتيسيير اللي صوبت. اوكي وانتي تقدري تكتبي غير بهذا القدر هذا بعد ما كتعمريهم. ملي كتبغي تقدمي من الضيوف ديالك تقدري ديري فوق منهم شويه شوغر باودر سكر غلاسي او كتقدري تغطيهم في الشوكولاتة الا بغيتي ولا في الكارميل. دابا غتشوفوا معايا كيفاش غادي نديرو كريم باف تاور. اوكي دابا غادي ندوزو نصوبو الكراميل. درت كاس ونص ديال السنيده مع 5 معالق كبار ديال الماء، وملي كنصوبو الكراميل ما كنبعدوش عليه كنبقاو حداه لان دغيا من براون تيعود دارك وتيتحرق وما غاديش نستعملوه. سو بقاي حدا الكراميل ديالك ملي كيقبط هذا اللون هذا هذا اللون هذا صافي كنرد بالي. غيعود داركر شويه عليه. غادي نزيد له هيفي كريم اي كريم عندك نص كاس، وملي كيوصل هكا صافي كنطفي له. هاي دابا غنطبقوا التاور ديالنا. انتبهي راه الكراميل تيكون سخون وخصنا نخدمو هنايا بسرعه. الى الطبسيل ديالك كبير غتجي التاور ديالك كبيره، الى الطبسيل ديالك صغير اوف كورس غتجيك صغيره. احنا العدد ديالنا قليل ما قدرتش نصوب شي حاجه كبيره اللي غتضيع، سو اكتفيت غير بهذا الحجم هذا. اول حاجه كنبدا كنديبيهم كيف ما كتشوفوا كنغطسها في الكراميل. شديت كاع دوك الكبارات هما اللي كندير لتحت الكبارات، وكنبقى غادا دايره الطبقه الاولى الطبقه الثانيه الطبقه الثالثه كيف ما كتشوفوا معايا. غير انتبهوا راه الكراميل تكون شويه سخون وخصنا نخدمو بسرعه. وهذه هي النهايه الاخيره غير كندريز ليها بشويه الكراميل. وباي ذا واي راه عطاتني 92 حبه، شويه استعملتو في هاد التاور اللي كتشوفوا، الباقي غادي نقدمو غير طبيعي. anyway I really had a great time making it with my daughter. We had a lovely time. انا والبنيه ديالي فرحنا بزاف وقضينا واحد الوقت زويون. نتمنى من عند الله انتم ديروها مع بنياتكم. غير انتبهوا على الكراميل سخون عليهم. please take care of each other وتهلاو بعضياتكم ومبروك عليكم العيد.